اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج Immigration Today، والبرنامج بيجي لكم كل اربع على الهوا. النهارده ناس اشتكوني وقالوا ان احنا ما بنطلعش كل اسبوع على الهوا. والله لما بيكون عندي زي رحله او سفريه عشان خاطر قضيه لجوء او قضيه محكمه طرد في ولايه تانية، ما بقدرش ان انا اجي البرنامج في الوقت المطلوب، فبنعملها اعاده. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان البرامج كلها بتبقى موجودة على اليوتيوب، ممكن تخش على اليوتيوب تحط محمد الشرنوبي المحامي او MEA Immigration Day Today، وكمان في اب للMEA. الMEA دي الاذاعة اللي هي بتوفر لي البرنامج عشان خاطر نساعد الناس ونقف جنبهم. الاب بتاعتها برضو ممكن تعملوا لها داونلود دلوقتي وتشوفوا البرنامج على الهواء، وتقدروا تتكلموا وتسألوا الأسئلة اللي انت عاوزينها. انا هاخد الفرصة دي الاول وهتكلم في المواضيع اللي انا شايفها مهمة طبقا للأسئلة اللي بتجيلي سواء على اليوتيوب او سواء على البيج بتاعتي Immigration Law Center PC. Immigration Law Center PC بيجيلي أسئلة عليها كتير. طبعا اول سؤال بيجيلي، بص الاقي ناس بعد ما بحط الفيديو اونلاين وبص الاقي ناس كلموا يعطوني يبعتوا يقولك انا عاوز اهاجر امريكا، انا عاوز اهاجر امريكا ومستعد اعمل اي حاجة عشان اهاجر امريكا، او عاوز اقدم على الهجرة لامريكا. طبعا ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان باب الهجرة لامريكا مقفول، امريكا مش فاتحة باب الهجرة زي مثلا كندا وزي دول تانية استراليا او اي الدول. باب الهجرة في امريكا مقفول الا من خلال طرق معينة. لما واحد يقولي انا عاوز اقدم على هجرة لامريكا واقدم اللجوء، دي مش هجرة، الهجرة مش هجرة، دي قضية لجوء لها طرق ومسار، يعني مسار تاني، ولكن مش هجرة. الهجرة مقفولة لامريكا الا عن طريق طرق معينة، هناخدهم تقريبا واحد ورا التاني. اول حاجة حاجة اسمها دي في فيزا، وهي الدايفرستي فيزا، او ناس تانية بيسموها اللوتري فيزا. اللوتري فيزا دي بينزلوا حوالي 50,000 رقم فيزا بينزلوهم عن طريق اليانصيب، يعني بيقولوا احنا كل سنة هننزل 50,000 رقم فيزا جديد يانصيب للناس تقدم، هناخد من دول معينة. الفرصة حلوة جدا التقديم السنة دي، اكتوبر فيرست اللي هو شهر اكتوبر او شهر العاشر اللي جاي يوم واحد هيفتحوا باب التقديم على طلبات الهجرة اللي هي 50,000 طلب. ليه كويس؟ ان في دول اتحرمت ان هي تخش عشان خاطر مواطنيها دخلوا بكميات كبيرة خلال السنين اللي فاتت، فبالتالي اتحرموا، وده هيدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نقدم، بالذات ان الدول العربية معظمها ما فيش دول منها اترفضت ولو ما كانتش يعني كلها، فدي فرصة حلوة جدا. اكتوبر 1 2016 تقدر تقدم على اليانصيب اللي هي الهجرة اللوتري فيزا. ولكن خليني قبل ما اتكلم في المطلوب خليني اقف هنا دقيقة واحدة اقول لكم احترسوا 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 ان طبعا الويب سايتس السكام والناس اللي هم الويب سايت على الانترنت نصها تلات ارباعها نصب في نصب وما بيقدموش، ويقول لك ادفع فلوس. لو عاوز فعلا تخش على الويب سايت الصح هو dvdasdavidvasvictorlottery.state.gov. هو ده الويب سايت الوحيد اللي ممكن تقدم عن طريقه فيه، وده for free من غير فلوس. بتلاقي ناس يقول لك هنقدم لك هنعمل لك باكج، نقدم لك 5 سنين بكذا وعشر سنين بكذا ونقدم لك كل الكلام ده. انا ما اقدرش اقول انهم نصابين 100% عشان محدش يرفع عليا قضية، ولكن اقدر اقول لك انت مش محتاجهم، انت ممكن تقدم كل سنة لوحدك من غير فلوس. عندي واحد كلمني قال لي انا قدمت على باكج مش عارف 10 سنين ب $250
جود لك والله بقى الويب سايت بتاعك طلع حقيقي وموجود فعلا وهيقدم لك فعلا كل 10 سنين ولا لا، دي حاجه ترجع له. ولكن الويب سايت بتاع الحكومه الامريكيه المعتمد موجود على dvlottery.state.gov من غير رسوم، باهم حاجه الصوره واهم حاجه عدم الكذب. ناس كتيره جدا يقول لي يكلموني يقول لي انا اتقبلت بس اترفضت في السفاره عشان اللاست نيم بتاعي مختلف عن الباسبور، عشان خاطر انا مش عارف حطيت اني متجوز ولا مش متجوز، حطيت اني مش متجوز ولا متجوز. اول ما بيلاقوا اي تناقض في الابليكيشن بتاعتك على طول الطلب يعني بتعمل له كانسل. خلي بالك هما بيقبلوا 50,000 بس كل سنة، ولكن بياخدوا 100,000 عشان عارفين ان ناس كتيرة جدا هتبقى غير كواليفايد، سواء لاسباب قانونية او لاسباب ان هو كذب او في تناقض في الابليكيشن، الصورة لو غلط. يعني شوف بيتلككوا انهم يحطوا الفايل بتاعك على جنب ويلغوك وياخد اللي بعدك، اسهل حاجة عندهم. لو في ناس بيحبوا او يتصنصحوا ويقدموا 5-6 مرات في نفس السنة، طبعا الخمسة بيتلغوا وبيستبعد اسمك انك تخش. فبلاش الاستنصاح ده، قدم مرة واحدة. الفرصة حلوة جدا السنة دي ان انتوا تقدموا على اللوتري فيزا. مفيش وظائف معينة، مفيش كواليفيكيشن معينة، مفيش سن معين، المهم المقدم الطلب يكون عمره فوق 18 سنة. مصر جالها رقم حلو جدا السنة دي، اعتقد 15,000 واحد طلعوا من مصر. فرصة موجودة لكل الدول العربية وبالذات الناس اللي في العراق وفي هم ما لهمش بلد او طالعين من سوريا، فرصة حلوة انهم يقدموا. ممكن نساعد في حاجة زي كده، بس مش محتاج محامي. يعني انا بنصحك انت مش محتاج محامي، الكلام تافه جدا، ولكن ممكن المكتب يساعد انه يملى، مش هيعمل لك ولا زيادة ولا نقصان، زيك زي انت اللي قدمت، بس مش هينوبة غنك هتدفع اتعاب محاماة وانت في غنى عنها. مش معنى ان انا قدمت من داخل امريكا باحسن من خارج امريكا، لا، الكلام ده كله طرق نصب مش صحيحة ومش موجودة. غير كده باب الهجرة مقفول الا عن طريق طرق اخرى، احنا قلنا اول واحدة منها. الطريقة التانية طبعا عن طريق القرايب اللي هي family based immigration، family based اللي هي FB واللي هي بنشوفها على الفيزا بلتن F1 F2 F1A F2A B و F3 و F4. الاف 1 للامريكان سيتيزن مراته او عياله، F1A لمراته، F2A و B للجرين كارد هولدر، F3 للجنسية اللي عياله الاكبر اللي مش متجوزين، وبعد كده نخش او المتجوزين وعندهم عيال، وبعد كده نخش على F4 لاخوات الامريكان سيتيزن. دي اللي هي الفاميلي بيزد ايميجريشن. لو ليك حد في امريكا ممكن هو يقدم لك معاملة سحب، وده طريق تاني. هنخش بعد كده على الاي بي او الامبلويمنت بيزد ايميجريشن، وعندنا الاي بي 1 واي بي 2 واي بي 3 واي بي 4 واي بي 5. الاي بي 1 طبعا اللي هم الناس اللي عندهم زي حاجة عليا، عنده articles، عنده دراسات عليا، مش دراسات عليا، عنده research يعني مجالات بحث عليا جدا، وعنده مثلا جائزة نوبل، عنده جوائز اوسكار، عنده حاجات تفيد ان الراجل ده عنده extraordinary ability، يعني عنده حاجات متفوق في المجال بتاعه سواء في العلم سواء في الفن، ده بيقدم عن طريق الفيزا دهيت. الاي بي 2 للناس اللي عندهم زي نوع من انواع الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا، بس ده لازم يبقى سبونسرد مع حد عامله عقد عمل. برضو في الاي بي 3 والاي بي 5، دول برضو نفس النوع منهم، واحده للناس اللي هم عندهم زي ما بيقولوا
للحاجات الدينية والنون بروفيت والكلام ده. الاي بي 5 وهي الاستثمار والمبنية على فيزة الاي بي 5، انك انت تستثمر 550 الف دولار، المبلغ 500، او خلينا نشرحها في كلمتين. اصلا الاي بي 5 مليون دولار تستثمرهم في امريكا عشان تيجي انت ومراتك وعيالك اقل من 21 سنة جرين كارت الامريكا. قال لك طب في مناطق يعني تارجتد اريا ما فيهاش نسبه البطاله عاليه، عاوزين احنا نزود الشغل فيها، طب نعمل ايه؟ تخلينا ننزل المبلغ ل 500 الف دولار. فمن المليون نزلناهم لل 500 الف دولار. بس ما ينفعش تستثمر في اي مكان، لازم يكون استثمارك يكون في مناطق الحكومة الأمريكية أو وزارة الهجرة قايلة المناطق دي تختص بمبلغ 500 ألف دولار. طبعا المتفق عليه ان هم 550 ألف، عشان خاطر في طريقتين لاستثمار 500 ألف. يا إما الطريقة الأولى وإن هو تفتح بيزنس بنفسك عن طريق إن أنت تفتح مصنع، تفتح لقندة، أي كان نوع البيزنس. الشرط الوحيد انك تشغل لما يتوافق عليك تشغل 10 موظفين لمدة سنتين، وهي دي اللي عملوها تحت الامبلويمنت بيزد، ان انت هتشغل 10 موظفين لمدة سنتين. خليني اشرحها برضو عشان ناس كتير قوي بتحب تسأل عليها، ولسه كان في اخت من العراق بتتكلم فيها. الطريقه الاولى ان انت تقدم بنفسك وتفتح بنفسك البيزنس، او ان انت تستثمر لدى احد الشركات اللي امريكا مديها الرخصه انها تلم الفلوس. بدل ما انت بتستثمر 500 الف دولار في مشروع واحد، هم بيلموا من 100 واحد ويستثمروا مبلغ كبير جدا في مشاريع ضخمة. الشركات دي مش شركات حكومية زي ما الناس بيقولكوا في الدول العربية ويدعوا ان هم مندوبين عن الشركات دهيت، ويدعوا ان الشركات دي شركات حكومية وان فلوسك مضمونة 100%. الكلام ده غلط جدا جدا. اللي بيسموا نفسهم مستشارين، والمستشار فلان الفلاني بيزور البلد الفلانية، والمستشار فلان الفلاني فرصة انك تستثمر فلوسك في امريكا، دول على غير الحقيقة بيقولوا ان الشركات دي شركات حكومية، او انك انت الحكومة الامريكية هي اللي هتاخد الفلوس. الكلام ده غير صحيح. دي شركة خاصة مصرح لها من قبل الحكومة الامريكية انها تلم الفلوس وتحطها، يا اما هي ذات نفسها تستثمرهم، يا اما تسلف الفلوس لناس او لشركات اخرى عندها مشاريع تحت الاقامة وتحت الدراسة. فلوسك غير مضمونة، فلوسك غير موضوع مضمونة. وشرط من شروط الاي بي 5 انه ما يكونش فيها ضمان، انك انت داخل تستثمر بمعنى كلمة الاستثمار، يعني يحتمل المكسب او الخسارة. لو هي مضمونة بيسقط حقك في الفيزا دهيت. يعني القانون شدد ان انت ما يكونش في اي نوع من انواع الضمان ليك. تداخل بنية الاستثمار يعني نية المكسب او الخسارة، وبالتالي هنا ما تقدرش تضمن فلوسك. فبالتالي لما بتدي فلوسك للشركات دهيت، احنا مش ضامنين ان الفلوس هترجع لك تاني. الناس مش هيسرقوك، الناس هيعملوا لك كشف حساب، خدوا منك كذا وخدوا من 10 و20 زيك كذا، والاخر المشروع خسر كذا، المشروع خسر كذا، هيكل حاجة بالورق والقلم وبالحسابات. خليني اقف هنا دقيقة واحدة واقول لكم دي الطريقة الاندايركت، دي الطريقة الاندايركت. او الطريقة الدايركت ان انت تقدر ان انت تستثمر بنفسك، ان انت تحول الفلوس وتشتري مشروع بنفسك، انك انت تقدر ان انت
تبقى انت صاحب الشأن او انت شايف فلوسك كسبت او خسرت على حسب نوع الاستثمار اللي انت دخلته ومش عايز نضحك عليك. الفرق بين الاثنين والمشكلة بين الاثنين ان انت اول ما بنقدم الفيزا دي بنقدم الفورم I-526 ودي بتاخد لها سنة وثلاث شهور. انت ما بتقدرش تخش امريكا بضمان اي حاجة لغاية ما يتوافق على المشروع ويتوافق على رأس المال ويعرفوا انت جايب الفلوس دي منين ويتوافق عليك انت شخصيا امنيا. بعد كده بيتقدم لك على جرين كارت وبتاخد جرين كارت في خلال سنة وثلاث اشهر سنة واربعة اشهر. بعد ما توافق عليك هنا بيبتدي بيدوي لك الجرين كارت المؤقت، جرين كارت المؤقت واللي فيه خلال السنتين دول انت بتشغل العشر موظفين لمدة سنتين، او الشركة اللي هي اخدت منك الفلوس هي ساعتها اللي بتاخد بتشغل العشر موظفين وتقدم الاميجريشن البروف ان هي شغلت لك العشر موظفين عشان تستوفي ان بعد السنتين والعشر موظفين ما يشتغلوا انك تاخد الجرين كارت الدائم. طب هتقول يا محمد انت عملت 500 ومليون، الخمسين الف دول بيروحوا فين؟ يعني ليه الناس دايما بيقولوا ان هم 550 الف دولار مش 500 الف دولار؟ فين بيروحوا الخمسين الف دولار؟ اقول لك المستشار اللي بينزل لك ويعلن ان هو المستشار ده بيسموه فاوندر في. فاوندر في يعني اللي هو يلاقي العميل اللي هيستثمر ده له 20 ألف زي ورقة البوستة بطريقة قانونية. المحامين للأسف ملناش حق اللي احنا ناخد ال20 ألف دولار ده هم، ولكن هم ليهم الحق القانوني ان هم يحصلوا على ال20 ألف دولار ده هم. ال30 ألف الفضلين بيطلعوا رسوم وبروسيسنج في وفلوس الرسوم بتاعت ال5 to 6، وبالتالي هم دول بيطلعوا العمولات والرسوم الهجرة، ولكن المبلغ المراد استثماره هو بس ال500 ألف دولار. ناس كتيرة جدا بيقولي طيب انا برضو الكلام ده انا بقولك الاسئلة فعلا اللي جات لي حاليا على الاميجريشن لو سنتر بي سي، ودي البيج بتاعتي اللي بنزل فيها اول باول الجديد. نزلت قالوا ان في بروبوزل نازل من الحكومة الامريكية لسه ما طلعش، وناس كتيره جدا زعلت مني قالت لي انت حاطه بالانجليزي ترجمه صعب جدا ان انا اقعد اترجمه، ولكن انت ممكن تنقل حته حته وتحطها في جوجل ترانسليت وهو هيترجم لك. جوجل ترانسليت اونلاين ممكن تترجم فيها اللي انت عاوزه. ولكن عشان نرد على اسئله الناس، في قانون تحت المناقشه دلوقتي ان هو ازاي الراجل ده هيستثمر 500 الف دولار وهو قاعد في دوله تانية. الكلام ده غير منطقي. احنا عاوزين نعمل تسهيلات ان احنا نعمل ادفانس بارول ان احنا ندخل الناس دول بضمان فلوسهم بضمان انهم هيستثمروا عشان يقدروا يشتروا المشاريع فعليا، عشان يقدروا يحطوا الفلوس فعليا ويبقوا واثقين ان هم فعلا هيتبقى الفلوس قدام عليهم. لسه المشروع تحت الدراسة، اول ما هيتوافق عليه هحطه وهعلن عنه، ولكن في احتمالات كبيرة جدا انه يتوافق عليه. ما نعرفش لسه ايه الشروط اللي هتكون موجودة، يعني ما نعرفش ايه الشروط وايه الحاجات اللي هتكون موجودة عشان خاطر ان هو يوافقوا عليه ويحولوه فعلا الى ان الناس اللي معاه مثلا 500 الف دولار مثلا في العراق او في سوريا او ان هو يقدر يجي امريكا يستثمر المبلغ ده فعليا قدام عينيه، مش يبعت ويحول ويعمل وهو قاعد هناك مش عارف اللي بيحصل ايه. اول ما نوصل ليها هنعلن عليكم. نخش في المرحلة التانية. احنا قلنا الفاميلي بيز والامبلويمنت بيز دي الطرق. ناس كتيرة بقى قوي بتقول لي ايه بس محمد ارجوك انا عندي 5 عيال وعندي وعاوزك تقدم لي على اللجوء كلجوء غير مفتوح الا للناس اللي على ارض امريكا. اللجوء كلجوء غير مفتوح غير الناس اللي دخلوا على ارض امريكا وبيلجأوا الى امريكا عشان خاطر ان هم يطلبوا منها الحماية ان هو مش هيقدر يرجع البلد اللي جاي منها. فبالتالي انك انت توكل محامي في امريكا
انه يعمل لك طلب لجوء وانت قاعد في دولة تانية، الكلام ده غير صحيح. انا عارف ان في ناس كتيرة جدا بتنصب بالطريقة دي وبتاخد الفلوس بالطريقة دي وبيعمل لك يقول لك انا هقدم لك واعمل لك، ولكن الكلام ده غير صحيح وما شفناش حد عمل حاجة زي كده. اللي بيحصل ان انت عشان تقدم على اللجوء من خارج امريكا انت بتقدم على ريفيجي ستاتوس، واللي بتختلف عن الاسايلم. الاسايلم هو اللجوء داخل امريكا، ريفيجي بتقدمها عن مكاتب الامم المتحدة والاي او ام الموجودة لدول معينة وفي اماكن معينة معظم الناس دلوقتي عارفينها، وهم دول بس اللي بيقبلوا طلبات الريفيجي واللي هم اللاجئين وبيقدموا لهم الطلب. ومش معناه ان انت هتيجي امريكا الا لو قدرت تثبت انك ليك اقارب من الدرجة الاولى انك انت تقدر تيجي امريكا. فبالتالي ما ينفعش اقدم لك طلب لجوء، وما ينفعش اقدم لك حتى طلب لجوء في اليونايتد نيشن. كل الكلام ده بتقوم بيه بنفسك من خارج امريكا وبتقدم الطلبات من خارج امريكا، مش محتاج فيها محامي ولا مساعدة محامي. ناس كتير جدا تقول لي اسم محمد انا عاوز اقدم على عمل، عاوز عقد عمل. للأسف امريكا ما هيش دولة عربية عشان اوفر لك عقد عمل واجيبك. للأسف الكلام ده غير موجود. اسئلة كتيرة جدا وناس بتبعت، ناس تفتكرني ان انا بتجاهلهم او ان انا مش عاوز ارد، ولكن من كتر الاسئلة اللي بتيجي ونفس الاسئلة ارجو ان الفيديو ده يكون سبب ان احنا نعمل ليميتيشن للاسئلة عشان خاطر ان احنا زي ما يقولوا الاسئلة تبقى هادفة والاسئلة تبقى حاجة جديدة نقدر ان احنا نرد عليها. ولكن ما اقدرش اوفر لك عقد عمل. الامبلويمنت بيزد والاتش 1 فيزا والحاجات دي كلها نون ايميجرنت فيزا، فيز غير فيز هجرة، وبالتالي دي بتبقى عن طريق ان الشركة اللي هنا انت ممكن تقدم. يعني انت ممكن تخش على اونلاين على جوجل تقول work in United States employment in United States وتشوف المجال بتاعك مهندس دكتور اي كان المجال بتاعك وتقدم، وهم الشركة اللي لازم تثبت ان انت فيك حاجات خاصة مناسبة للوظيفة اللي هم بيعلنوا عنها، وهم بالتالي محتاجين ان هم يجيبوك من الخارج عشان خاطر الوظيفة دي او الكواليفيكيشن اللي فيك مش موجودة في اي واحد تاني امريكاني، او مش موجودة في اي واحد تاني معاه تصريح عمل في امريكا يقدر ان هو يشغل الوظيفة ده هي. طبعا انا شايف التليفونات شغالة بس انا حنمتنع شوية. برضو اللي عاوز يطلبنا على 248-996-9636. شوية هناخد فاصل اعلاني عشان خاطر نشوف الاعلانات بتاعت الام اي ونرجع لكم تاني. قبل ما ناخد الفاصل الاعلاني هنقول نتكلم في اخر حاجة او في النقطة اللي انا عاوز اتكلم فيها، وهي فيزة السياحة. برضو ناس كتيرة جدا بتبعت بس محمد عندي سؤال ليك، ينفع اقدم على فيزة سياحة وواجي امريكا اقدم لجوء؟ انت بتسألني سؤال غير قانوني، انك انت بتسألني ينفع اروح السفارة اضحك عليهم واكذب عليهم واقول لهم ان انا جاي اتفسح وبعد كده ما اجي عندك امريكا اضحك على الحكومة الامريكية واضحك عليهم كلهم واقدم لجوء عندك، ومتوقع ان انا اقول لك ينفع عشان انا شريكك في الكذب وشريكك في الـ زي ما بيقولوا ادخال النصب والغش والتدليس على الحكومة الامريكية. الكلام ده بقاش ينفع، الكلام ده بتحط تحت الميكروسكوب. ما ينفعش انك انت تبقى جاي فيزة سياحة وفي نيتك انك انت تقدم لجوء، بيترفض اللجوء بتاعك، هتخش في مشاكل كبيرة، ان انت هيفترض فيك الكذب عشان انت كذبت وانت بتقدم على الفيزا، انت كذبت عشان وانت داخل امريكا بتقول لهم انا داخل اتفسح، والاخر طلعت لهم لسانك كلهم وقلت لهم بقول لكم ايه ده انا هقدم لجوء وهقعد في امريكا غصب عنكم. ممكن في ناس بيقدروا ينجحوا فيها، ولكن هتحط الفايل بتاعك تحت التدقيق القوي ان هيفترض فيك الكذب
هيفترض فيك الكذب، في presumption of fraud اللي هو النصب، و presumption of lying كذب، عشان خاطر انت مرتين كذبت عليهم، ليه ما كنتش بتكذب دلوقتي في application الاسايلم بتاعتك؟ فبلاش نمشي ورا بعض ونقع في نفس الحفرة. شوف الطرق القانونية ايه. نطلع فاصل ونعود بعد الفاصل ان شاء الله. وخبرتهم قوية وقديمة في مجال الإفلاس وقضايا السوشيال سيكوريتي، ويبحثون دائما عن حقوق المصابين في حوادث السير العمل ليضمنون لك كل ما تستحقه. في مكتب المحامي محمد الشرنوبي هناك طاقم عمل خبير ومختص، ولديهم الموهبة في المدافعة أمام القضاة والمحاكم بكافة القضايا. أنا إبراهيم حمود المحامي. Call me. I'm ready to win your case. I've been doing immigration law for 27 years. Welcome to our office. عندي خبرة بالسوشيال سيكيورتي، فاتصلوا فيه لأربحكم القضية. أنا جيت لمكتب الأستاذ محمد الشرنوبي، كان عندي قضية وخلصني منها. أنا السيد محمد الشرنوبي، بنوثق فيه ولنا الفخر فيه. لا تجازفوا في حقوقكم، واختاروا المحامي محمد الشرنوبي. اختيار المحامي مهمة صعبة، أنا وقصة المكتب والمحامين اللي معايا هنوفر لك أحسن خبرة وأحسن خدمة لنجاح قضيتك، اتصل الآن. زوروا مكاتب المحامي محمد الشرنوبي لاستشاراتكم القانونية، لأخذ المواعيد يجر اتصال على الرقم 313-581-9666. No two patients are alike. We make sure you get treatment as individual as you are. Henry Ford Health System, all for you. These are my Michigan Lottery daily game numbers. These are my numbers. They are lucky. Lucky. They're lucky. They are precious. They are secret. They are passed down like grandma's meatloaf recipe. I can play them daily or nightly. And when they hit, it will make my day. Today could be. Could be. Could be. My lucky daily. It's the Red Ball Double Draw, a second chance for daily three players to win each night. Hi, I'm Macomb County Treasurer Derek Miller. In the upcoming months, my staff will be traveling all throughout Macomb County to meet with folks regarding tax delinquency, advising them of their rights. If you or your loved ones are facing tax foreclosure, please do not let the fear of possibly losing your home to tax foreclosure paralyze your ability to make smart financial decisions for you and your family. So come see us at 1 South Main Mount Clemens, or call us at 586-469-5190, or even go to our website at MacombTreasure.com. And let us help you keep Macomb your home by providing you the resources you need. Thank you. في مكتب المحامي محمد الشرنوبي هم مختصون بشؤون الهجرة، اللجوء والترحيل، وخبرتهم قوية وقديمة في مجال الإفلاس وقضايا السوشيال سيكوريتي، ويبحثون دائما عن حقوق المصابين في حوادث السير العمل ليضمنون لك كل ما تستحقه. في مكتب المحامي محمد الشرنوبي هناك طاقم عمل خبير ومختص، ولديهم الموهبة في المدافعة أمام القضاة والمحاكم بكافة القضايا. أنا إبراهيم حمود المحامي. Call me. I'm ready to win your case. I've been doing immigration law for 27 years. Welcome to our office. عندي خبرة بالسوشيال سيكوريتي، فاتصلوا فيه لأربحكم القضية. أنا جيت لمكتب الأستاذ محمد الشرنوبي، كان عندي قضية وخلصني منها. أنا السيد محمد الشرنوبي، بنوثق فيه ولنا الفخر فيه. لا تجازفوا في حقوقكم، واختاروا المحامي محمد الشرنوبي. اختيار المحامي مهمة صعبة، أنا وقصة المكتب والمحامين اللي معايا هنوفر لك أحسن خبرة وأحسن خدمة لنجاح قضيتك، اتصل الآن.
زوروا مكاتب المحامي محمد الشرنوبي لاستشاراتكم القانونية. لأخذ المواعيد يرجى الاتصال على الرقم 313-581-9666. أهلا وسهلا من جديد في برنامج Immigration Today. خلينا نتكلم على موضوع مهم جدا برضو عشان خاطر نتكلم فيه، اللي هو فيز السياحة. وفيز السياحة برضو الناس مفيش فايدة بتكلمني وتقول لي معاملة فيزة سياحة أو سحب فيزة سياحة. للأسف إن فيز السياحة هي فيز بتقدم عن طريق الويب سايت الخاص بالسفارة الأمريكية في الدولة اللي انت عايش فيها، وبالتالي مش محتاج محامي يعملها لك. يعني ان احنا مجرد بيسألوك أسئلة انت ممكن ترد عليها، مجرد انك تروح على الستيت ديبارتمنت ويب سايت وتنقي السفارة بتاعتك وتحط بغداد، تحط كايرو، ايا كان البلد اللي انت جاي منها، وتبتدي تشوف انت الرد على الاسئلة. اسئلة سهلة جدا، يعني اشتغل ايه، ليك حد في امريكا، مالكش حد في امريكا، شهاداتك، تخرجك، عمرك، سنك، اولادك، والدك، والدك، يعني اسئلة مش محتاجة محامين. ناس كتير جدا برضو في الاسئلة بتقول لي لازم يبقى عندي بيت، لازم يبقى عندي ضمانة، لازم يبقى عندي مبلغ من المال. ايه هي شروط فيزة السياحة؟ ايه هي شروط فيزة السياحة عشان ما تكونش برضو متعرض انك انت تبقى نصبة، ان الناس تستغلك عشان خاطر تدخلك امريكا ويحطوا لك حاجات كتيرة مش مطلوبة. مفيش حاجة اسمها كفالة في فيزة السياحة، مفيش حاجة اسمها لازم يبقى فيه وديعة او مبلغ مالي كبير يتحط، مفيش حاجة اسمها يبقى عندك عقارات، مفيش حاجة اسمها يبقى حد يكفلك من امريكا عشان خاطر فيزة السياحة. فيزة السياحة مفتوحة لأي واحد خارج امريكا، مفتوحة لأي واحد خارج امريكا حتى لو ما عندوش قرايب في امريكا. يعني الناس يقول لك لازم واحد قريبك او لازم تعمل لي دعوة، لازم واحد قريبك او مش لازم تعمل لي دعوة. الكلام ده غير صحيح تماما، الكلام ده غير صحيح تماما. الدعوة بتسهل شوية، لو عندك اخ يعملك دعوة احسن شوية، ولكن ما هو الشرط، مش كل من جه امريكا لازم يبقى له حد. الشرط الاول والاساسي في فيزة السياحة هو ان انت تثبت انك انت ليس لك النية انك تعيش وتستقر في امريكا. بمعنى تاني ان يكون نيتك الحضور للسياحة وانك ناوي ترجع البلد اللي انت جاي منها تاني فترة مؤقتة. الناس كرمة جدا بيديلك 6 أشهر وانت داخل على الباب، ساعات بيديلك 2-3 شهر انت وحظك، ودي فترة كافية جدا. انا ما شفتش واحد طبيعي ممكن يروح يتفسح 6 أشهر، فبيديلك 6 أشهر كمدة انك انت ممكن انك انت تتفسح 6 أشهر، ولكن اكتر من كده لازم ترجع في المواعيد المقررة. المطلوب منك وانت رايح السفارة تثبت بكل طرق الاثبات، كل طرق الاثبات. عشان كده طلعت الكلام اللي احنا قلته في الاول، هو مش مطلوب ان انت لو عندك عقارات، لو عندك وظيفة، لو عندك، ازاي انت هتقدر تقنع الكونسلر انك انت هترجع تاني للبلد اللي انت جاي منها ومش هتبلط وتقعد في امريكا وما ترجعش تاني؟ كافة طرق الاثبات من غير ما حد يقدر يقول لك ايه اللي انت ممكن تثبته. شغال وظيفة مرموقة، هتسيب مراتك وعيالك وهتيجي لوحدك، هتسيب عيالك وتجيب مراتك وتيجي لوحدك، ايه اللي هتقدر تقنع بيه؟ خلي بالك اللي بيكذب بيبان عليه، واللي خايف انه ما ياخدش الفيزا، يعني اللي داخل ياخد فيزا والله يوافق ومفقوش، عندي اوروبا، عندي استراليا، عندي اسيا، تحت تتفسح، ما انتش جاي عشان تقعد.
وبالتالي بيبان في الانترفيو بتاعك إذا كنت أنت عندك نية مخبأة ولا لأ. لما بتاخد فيزة السياحة، لو ربنا وفقك خدت فيزة السياحة مبروك، هتقدر تيجي أمريكا. فيزة السياحة عشان ناس كتير قوي فهمها غلط، ما تعنيش إنك أنت داخل أمريكا. فيزة السياحة لا تعني إنك أنت داخل أمريكا، وإنما هي مجرد permission to apply for admission. تاني permission، تصريح إنك تقدم على admission إنك تخش أمريكا. بمعنى فيزة السياحة بتاعتك اللي أنت بتاخدها على الباسبور كده وكلنا نفرح بيها، دي بتخليك تعدي المحيط وتيجي تخش على باب أمريكا، بتدي لك الإذن إنك تعبر المحيط وإنك تقف على الباب في الطابور عشان تقدم على دخولك أمريكا، مش إنك أنت هتخش أمريكا. وبالتالي بترجع هنا اللي هو CBP أو الكاستم أند بوردر بروتكشن، واللي هم واقفين على الباب اللابسين أزرق اللي هم بيوقفون على الباب واقفين، ده عنده سلطة يعني رهيبة، سلطة مطلقة ان هو يرجعك تاني، ان هو يقولك اسف لف وارجع تاني، انا مش هدخلك لأي اسباب كانت، من غير ما يبدي اسباب، يعني من غير ما يدي حتى، يعني من حقه انه ما يديش اسباب. لو حس ان انت بتكذب، لو سألك في الابليكيشن انت بقدمها، خلي بالك وانت داخل الابليكيشن اللي انت قدمتها قدامه، اللي انت قلته في السفارة قدامه، لو تلقطت في اي حاجة، لو تلقطت في العنوان اللي انت هتقعد فيه، ممكن يقولك انا اسف، انا مش حاسس انك انت جاي زيارة، انا مش هدخلك امريكا. بيجيلي برضو يعني ما لا يقل عن 100 سؤال يمكن في الشهر، انا رجعت وانا بعد ما رحت ومش عارف ايه رجعوني. اول حاجة بيدي لك خيارات انك انت تتنازل عن الابليكيشن بتاعتك وتلغي لك فيزة السياحة، او ان انت يرحلك اجباري انه خلاص مش هيدخلك. انصح دايما ان انتوا تتنازلوا، انا ما توقعش البلاء قبل وقوعه، ولكن تتنازلوا عن طلب الدخول وتلغي الفيزا بتاعتك وترجع. وبيقول لك تحب ادفع لك تذكرة الرجوع ولا انت تدفعها؟ لو انت ما دفعتهاش ممكن يمنعك انك تخش امريكا عقابا ليك 5 سنوات. وبالتالي دايما انصح ان انت تدفع التذكرة وتتقبل الوضع، عشان لو سحبت طلب الدخول بيحق لك انك تقدم تاني على فيزا، وبيحق لك انك تخش تاني امريكا. ويعني ما تفتكرش ان هي المرة دي قفلت معاك، انها هتقفل معاك في المرات القادمة. ولكن لو صممت انك تخش وما تنزلتش عن طلب الدخول، هنا ممكن هو اللي يرحلك وهو اللي يحطك بالغصب في الطيارة ويدفع لك التذكرة، وبالتالي ساعتها هتخسر الفرصة انك انت تخش امريكا تاني. فارجوكم دايما تريصوا في الحكاية دهيت، وانك انت ما تحاولش تلعبهم. يعني بشوف دايما الناس لما بيرجعوا بيبعتولي الورق، انا معيش فلوس تذكرة، انا مش دافع، انا مش راجع. امريكا مش هيستعصى عليها انها تشتريلك تذكرة طيارة ب$1,000 ولا ب$1,200 وتحطك في اول طيارة وترجعك. فالكلام ده مش هينوبك منه الا انك انت تخسر حقك انك ترجع تاني. وبعدين لما تتحط في موقف ان انت السي بي بي بيحققه معاك، بلاش الكذب، بلاش الكذب، ان ده بيحرمك برضو انك تخش امريكا. يعمل لك حاجة اسمها مس ريبريزنتيشن، ويحاول ان هو يمنعك انك تخش امريكا 5 سنين، او ممكن يحط عليك 10 سنين منع. في امكانه يحط عليك 10 سنين منع. دايما بيكتب على الغاء الفيزا الارقام 212 كذا CIAI، دي المادة اللي هو بيطردك بيها والسبب اللي هو ما دخلكش امريكا بيها.
وبالتالي دي هي اللي لما بتروح تقدم تاني على فيزة السياحة بيشوفها، وهو طبعا بيبقى عنده على الفايل بس بيشوفها تاني، وبيها بيقول هو هيدخلك امريكا ولا مش هيديلك فيزة سياحة تاني. فأرجوكم الصراحة مهمة جدا، بالذات لما تكون في السي بي بي او في الكاستم اند بوردر بروتكشن وتدخل امريكا، تجنب الكذب. اخطر وقت ممكن، طبعا كل وقت في خطر انك تكذب ليه، بس من اخطر الاوقات اللي انت ممكن تكذب فيها وتتاخد ضدك وتبقى وحشة جدا، هو انك تكذب على فيدرال اوفيسر او تكذب على اي واحد موظف حكومي امريكي، ودي بتوجه لك ان انت ممكن تتحرم انك تخش امريكا لمدة 10 سنين. دي فيزة السياحة قلناها في يعني عجلة شديدة. لما الأوفيسر أو السي بي بي أوفيسر بيوافق إنك يخش هنا، بيديلك أدميشن، ختم الأدميشن اللي بيختمه لك على الباسبور، وبيحدد إقامتك فيها من شهر، 15 يوم، 3 أشهر أو 6 أشهر. هو صاحب القرار يديلك قد إيه تقعد، قد إيه هو هيسألك، أنت هيقولك أنت ناوي تقعد قد إيه، وساعتها تقول له شهر، تقول له شهر ونص، هو ممكن يقول لك لا 15 يوم كفاية، ممكن يقول لك 6 أشهر. 6 أشهر دول هي إقامتك في أمريكا. ناس كتيرة جدا بتقول لي أنا كان في الفيزا بتاعتي فضل عليها شهر ودخلت. الفيزا مش معناها هتقعد قد إيه في أمريكا، يعني لو فيزتك هتنتهي بعد شهر وجيت ممكن يديلك 6 أشهر في أمريكا. دي حاجة ودي حاجة. إقامتك في أمريكا لا تعني فيزتك منتهية ولا لا، إقامتك في أمريكا لا تعني فيزتك هتخلص إمتى. في ناس فيزته خلصت وبيدي أو يعني هتخلص بعد بكرة أو بعد 3-4 أيام ويديله 6 أشهر إقامة في أمريكا، والست أشهر ممكن تجدد لأسباب خاصة أو لأسباب معينة، إنك أنت ممكن تجددها 6 أشهر كمان، وتقدر إن أنت من هنا تجدد مرة أو مرتين حسب الظروف اللي فيها التجديد. احنا كده كلمنا في الفيز الزيارة وفيز الهجرة، وكلمنا ان احنا الهجوء الهجرة مقفولة لامريكا الا بالدايفيرسيتي فيزا. خلينا نخش دلوقتي في بعض الفيز الناس برضو بتكلمني عليها، عشان خاطر نبقى احنا قفلنا جميع الاسئلة اللي بتجيلي على الاميجريشن لو سنتر بيج، عشان ما تسألوش وتكرروا نفس اسئلة. الفيديو ده بيرد على كافة الاسئلة بتاعتكو ونروح عليها سؤال سؤال. في فيز تانية اسمها نون اميجرانت فيزا. نون اميجرانت فيزا الا وهي فيز مش فيز هجرة، فيز مش فيز هجرة، وبالتالي مش هتوصل لجرين كارت في المستقبل. منها فيزا لذيذة جدا اسمها فيزة الاي 2 فيزا او انتربرنور فيزا، والفيزا ده هي بتمنح لجنسيات مميزة او محطوطة او مذكورة على سبيل الحصر. فيز مذكورة على لدول على سبيل الحصر، اللي هي امريكا عملت معاها اتفاقية ان هم يتبادلوا المستثمرين الامريكان يروحوا يستثمروا في البلاد دهية، والمستثمرين الدول دي ييجوا يستثمروا في امريكا، وهي مثلا دول اوروبا كلها. يعني انت لو انت هجرت عن طريق اليونايتد نيشن واخدت الجنسية السويدية، الجنسية الهولندية، الجنسية البولندية، ايا كان الجنسية الاوروبية، من حقك انك تلجأ للفيزا دي لدخولك امريكا وانك انت تستثمر في امريكا. القانون ما حددش مبلغ معين للاستثمار، بل وسابه مفتوح لجميع المجالات، عشان خاطر ان انت تذكر المبلغ اللي انت عاوزه. ولكن من خلال المؤتمرات اللي حضرناها وكونفنشنز اللي حضرناها، قال لك ما تقربش الفيزا دي اقل من 100,000 دولار، ما تقربش الفيزا دي اقل من 100,000 دولار،
وان انت تفتح اي كان المشروع اللي انت عاوزه. كان عندي اخت البارح في المكتب عم اعتقد من السويد وعاوزة ان هي تعيش هنا، باباها ومامتها واخواتها وعيلتها كلها هنا، وهي اليونايتد نيشن بعتتها السويد. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ان انت تقدري لو تقدري تصرفي في اي ممتلكات ليكي في العراق، اي ممتلكات ليك في الاردن، تقدر ان انت بدام اخدت الجنسية السويدية. خلينا في دقيقة واحدة واقول ايه الدول العربية المسرح لها الفيز دهيت، عشان الناس برضو هتكلمني وتقول لي انا من العراق ينفع استخدم الفيزا دي؟ اقول لا. الدول العربية المسرح لها الفيز دهيت، الفيزا اي تو فيزا، هي المغرب، تونس، مصر، الاردن، البحرين، سلطنة عمان. تاني، مغرب، تونس، مصر، الاردن، البحرين، سلطنة عمان. دي الدول الوحيدة في الدول العربية اللي هي مصرح لها فيزة الـ E2 فيزا او الـ E1 فيزا، فيزتين E1 و E2، وهم يقدروا يجوا يفتحوا بزانس في امريكا وياخدوا اقامة عليها. الا لو انت مثلا عراقي واخدت دولة تانية جنسية دولة تانية، زي عندي عراقي اخد جنسية الدولة الاردنية، جوز اردنية معرفش اخدها ازاي، ساعتها ممكن يقدم. سعودي اخد جنسية المانية، عراقي اخد جنسية المانية، لبناني اخد جنسية المانية، ساعتها ممكن يقدم ويستثمر في امريكا على خلال فيزة الاي تو. وهي مثلا البارح الحل بتاعها بتقولي محمد انا عاوزة اجي اعيش مع اهلي، انا مخنوقة في السويد. فبتستثمر المبلغ $100,000 وتقعد في امريكا، وخلال اقامتها في امريكا ممكن مسموح ان مامتها تقدم لها على لم شمل او على سحب، ولكن المعاملة بتاخد 10 سنين، تبقى هي مقيمة في امريكا بطريقة قانونية عن طريق استثمار مبلغ $100,000، وتقدر ان هي تبقى عايشة مع اهلها هنا تحت فيزة الاستثمار لغاية ما يجي عليها الدور، وتقدر ان هي تاخد الجرين كارت بطريقة قانونية، بتلم شمل الاسرة. فدي طريقة اخرى اللي احنا بنلجأ لها عشان خاطر نقدم على اقامة في امريكا. ناس كتيرة جدا بيقولك طب انا اعمل بقى فيزة دراسة واقعد هنا وعلى بال ما يجي، مش مفيش مانع، مش طريقة غير قانونية، ولكن فيزا الدراسة برضو من اصعب F1 student فيزا، من اصعب الفيز اللي انت ممكن لازم انك تحافظ عليها، هنتكلم عليها في حلقات جاية كتير. طبعا احنا وقت البرنامج قرب على النهاية، فقبل ما ننهي البرنامج احب ان انا اقول يعني ألم الموضوع عشان أثق إن إحنا زي ما بيقولوا قلنا اللي إحنا عاوزينه. باب الهجرة مقفول لأمريكا في طرق شرعية بس للهجرة أمريكا، ولكن كهجرة هجرة زي كندا زي أستراليا، ناس محتاجة ناس، ما فيش في أمريكا دلوقتي. في دايفرستي فيزا، وهي الفيزا اللوتري أو اليا نصيب فيزا، ودي 50,000 بيقبلوا 100,000 طلب، وهتبدأ في أكتوبر 1 اللي جاي. فرصة حلوة وهتفضل مفتوحة لغاية November 4، فياريت ان احنا اللي عنده فرصة يقدمها. وقلنا ان هي dvlottery.state.gov، وبالتالي اللي عاوز يقدم يقدم، ما تحاولش يقدم على اي ويب سايت تاني، كلهم انا غير ضمنهم وغير مسؤول عنهم. قلنا تاني ان في عن طريق الفاميلي بيزد بيتيشن، ان انت حد من اهلك اخوك قريبك يقدم لك وتقف في الطابور وتيجي عن طريق الدور، او الامبلويمنت بيزد لو في عقد عمل في اقامة عن طريق الامبلويمنت، او لو انت ذوي الامكانيات الخاصة العالية كفاءات الخاصة ممكن برضو تقدم عن هذا الطريق. بعد كده قلنا اللجوء مش مفتوح الا للناس اللي على الارض امريكا، غير كده اللجوء بتبقى عن طريق الامم المتحدة، مفيش حد يقدر يعمل لك معاملة لجوء، محدش يقدر يطلعك من اليمن،
حدش يقدر يجيبك من اليمن. كل الكلام ده بيجي لي اسئله كتير، ما ينفعش، لازم تمشي. واحد من ضمن الناس معلش بيقول لي عمي معاه الجنسيه الامريكيه، عمي معاه الجنسيه الامريكيه ومراته معاه الجنسيه الامريكيه وممكن يعمل لي معامله. ما ينفعش، الجنسيه الامريكيه من حقه يقدم لابوه وامه مراته، بسموهم immediate relative، ابوه امه عياله مراته اخواته بس. ما تقدرش تقدم لعمك ولا عمتك ولا عمتك تقدم لبنت اخوها، الكلام ده غير صحيح برضو، انسوه مش هينفع. مش عاوز اطول عليكم، ارجو تكون الحلقه دي بعضت على اسئله كتيره جدا، على الاسئله اللي بتجيلي. اول ما بيجيلي سؤال انا هنشر الحلقه دي على ردا على الاسئله. اتفرج على الفيديوهات كلها، هتديك ملخص كل الاسئله انت عاوزها. لو في سؤال حسيت ان هو فعلا انا ما جاوبتش عليه في الفيديوهات اللي انا بعملها، هتلاقيني برد عليك في ساعتها على طول ان شاء الله. بشكركم، بشكر اذاعه الام اي اي، ونشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. شكرا وتصبحوا على خير.